أما هلأ بننتقل لا فقرتنا الأخيرة لليوم مشاهدينا مع الرياضة، والرياضة حياة بجميع مجالاتها. أكيد نور، رح نتعرف اليوم على نوع من أنواع الرياضات المهمة جدا، القديمة جدا والمتوارثة عبر الحضارات العالمية. الأيكيدو هي رياضة ونوع من أنواع الدفاع عن النفس، كمان هي رياضة مهمة جدا لتكوين شخصية الأطفال واكتسابهم المزيد من الثقة بالنفس والتعبير عن النفس بطريقة جيدة. اليوم رح نحكي أكثر عن هاي الرياضة مع الكابتن بسام رمضان، مدرب رياضة الأيكيدو. أسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف الناس شوي على رياضة الأيكيدو، شو هي وشو اللي بيميزها عن رياضات الدفاعية؟ رياضة الأيكيدو إلى عدة ألقاب، أحد الألقاب تبعها بيقولها بيس أوف ذا أرت أوف مارشال أرت، يعني رياضة السلام. وفي إلى اسم ثاني هو الهارموني، بيقولوا له هارموني الفنون القتاليه او الفنون الدفاعيه. معنات اللعبه او معنات الحكي هذا هارموني هي تناغم بين الشخص المهاجم والشخص المدافع، ليؤدي الى عمليه اخلال توازن للخصم ومسكه من مناطق حساسه، اما مفاصل الايد او نقاط ضعف بجسم الانسان والسيطره عليه. فكلمة اي كيدو هي ثلاث كلمات باليابانية، اي كي دو، اي تعني الانسجام التوافق، كي الطاقة، الطاقة هي الطاقة الكاملة بجسم الانسان اللي يعني العالم تعرفها باسم الشاكرا، شاكرا بالهندي، بالصيني اسمها تشي، بالياباني كلعبة نحن تبعنا اسمها الهارا، الهارا هو الاسم الطاقة بالياباني. فكي هي الهارا، دو معناتها فن، اي لعبه في كلمه دو معناتها فن كذا، فن تايكواندو، كاراتيه دو، جو دو، العالم بتقولها جودو او جيدو، هي جو دو، جو مرن، دو فن، الفن المرن مثلا كجودو. فالايكيدو بشكل عام مثل ما قلنا تعني الانسجام مع حركات الخصم وعدم مقابلته. باحد الفلسفه تبع الايكيدو بتقول لك انه انا بقابل الخصم بفن تبعي، اذا حاول الخصم او المعتدي علي يعتدي علي مره ثانيه بورجيه قوه الحركه. نعم كابتن، احد الفلسفه بيقولوا انواع الرياضات القتاليه اللي هي منشأة بشكل عام اليابان او الصين او دائما هي الفنون القتاليه هي بتهذب النفس. نعم. وبتدرب الاطفال وخصوصا اذا تعلموها من الصغر على الاحترام على القوانين. خلينا نحكي عن المميزات الموجوده بالايكيدو وقد ايه بتدرب الاطفال على نوع من انواع مو بس القتال، تهذيب النفس اذا فينا نحكي. هلا الرياضات مثل ما ذكرتي حضرتك، الرياضات الدفاعيه، ما عم نقول قتاليه، نحن بنقول دفاعيه لانه انا عم اتعلمها لدافع عن نفسي وليس لاستعمالها للقتال. عندهم الاحترام شيء اساسي. فمن هذا المنطلق ببلش الطالب من صغره او من بدايه تعلمه للرياضه هي بيتعلم الاداب. نحن عندنا في شيء اسمه اداب الصاله. الصاله اسمها الدوجو. في عندنا اداب الصاله، يعني شو اداب الصاله؟ يعني بتلاقي اللاعب ممكن يدخل على الصاله ما فيها حدا الصاله، بيعمل تحيه انحناء صغير وحيي، انت ممكن تستغربي انه هالشاب هذا شو عمل او هالولد هذا شو عمل، هو عم يحيي الصاله اللي هو يعني هذا بدايه الاحترام، الصاله عم يحييها. ليه؟ هي الصاله انا تدربت فيها ممكن تصير بطل، ممكن تصير فيها مدرب، ممكن. فبيحترم الصاله اللي هو داخل عليها. بيجينا الاحترام الثاني هو احترام زميله، لما بده يلعب مع رفيقه دائما في عنا تحيه انحناء صغير، هي مجرد احترام وليس انه خضوع. او الاحترام الثالث للمدرب، الاستاذ تبعه عم يعطيه درس، عم يعطيه معلومه، عم يعطيه حركه، احترام. الاحترام الرابع والاخير لمؤسس اللعبه. دائما بالرياضات اليابانيه مؤسس اللعبه او مخترع اللعبه يعني اللي اخترعها بحطوا له صوره ضمن النادي. فاحيانا كمان بتشوفي شخص فايت على الصاله ما فيها حدا ولا عم يطلع على الصاله، عم بوقف قدام صورة عم يعمل لها تحية مثل شكر هالزلمة هذا اللي اخترع اللعبة وأنا تعلمتها واستفدت منها ودافعت عن نفسي فيها. فهذا أحد أنواع الاحترام. إحنا الحديث يطول بالنسبة لموضوع الاحترام، احترام كل شيء. بالنسبة للتدريبات تعطي صفاء ذهني للمتدرب من خلال أنه أنا فتحت صالة التمرين نسيت كل شيء برا وجاي أنا هلأ أتمرن.
فموضوع تحضير الطاقة والحركات الروحية اللي موجودة فيها شبيهة باليوغا وليست يوغا، إلى حركات خاصة فيها، هالشيء هذا بيعطيك نقاء ذهني، صفاء ذهني، بيعطيك مثل ما قلنا احترام. كمل. تماما. بالإضافة لأنه في عنا عدة قواعد، مثلا لا تعتدي على زميلك، لا تضرب حدا، لا تستعمل فنك إلا إذا احتجت له. هدول مثل بيقولوا الوصايا اللي بيقولوا عنهم المعترف عليهم يعني عند العامة، إنه الوصايا العشرة لأي لعبة. صحيح. فهذا الشيء بيولد عند منك أنت صار نوع من الهدوء والاتزان. ما عدتي صرتي عدائية، يعني في بداية اللعب بيصير الولد شوي عدائي، بعد فترة بيصير مثل ما بيقولوا يستوي شوي شوي، لحتى يصل لمرحلة إنه إذا تعرض لموقف، أي موقف، مو دغري بيستعمل الفن تبعه، بيستنى بيشوف بيعالج الموضوع بأي طريقة. يعني أحد الطرق مثلا بيقول لك إنه بالتدريب إنه يخلي يكون عند منك إجابة للشيء اللي أنت ممكن تتعرض له. يعني أنا ماشي بالطريق مثلا، شخص طلع فيني هيك أو عم يتزوج، إنه ليش عم تطلع فيني كذا، فأنا ما بكون عدائي، لا أنا ما بتعالج أنا وياه، أنا ممكن أقول له عفوا مو حضرتك مازن أو مو حضرتك أحمد، لا والله أنا عم طلع فيه فكرتك أحمد. أي أحد الشغلات مثلا، إنه أنا ما دغري بدي أعمل معركة أو أعمل. طيب خلينا في أحد المزايا، يعني حكينا عن مزايا هي الرياضة، خلينا نحكي العمر المناسب لأنه يبلش فيها الطفل أو الطفلة، يعني يختلف ولا عمر محدد بيكون؟ نعم، بالنسبة للأيكيدو بشكل عام لا تعتمد على فئة عمرية معينة. حلو. التمرينات تبعنا نحن بنعتمد مثل ما قلنا لك على موضوع مفاصل ونقاط الضعف اللي بجسم الإنسان، الأراني ضعيفة نعتمد عليها هاي، فما بحتاج أنا قوة، فأنا ما لازم أكون قوي البنية أو رجل أو سيدة يعني أنه أقدر أنا أقدر سيطر، لا، ممكن ولد صغير إذا ضغط لي، يعني إذا ولد صغير عمل لي هيك أنا حتألم، وأي شخص لح يتألم مهما كان حجمه. موضوع الضغط على المفاصل فما بتحتاج فئة عمرية محددة. اثنين، الايكيدو بس ما انه بتعتمد على الطاقة، كيف انا سيطر على طاقة الخصم واستعملها ضده، هون نحن شوي منخلي العمر انه يكون مثلا من بعد المرحلة الابتدائي، صف خامس صف سادس من علمه، بس اذا دخلوا صغير وانا بعت مقطع انا انه في طفل صغير عم ينفذ حركات، انه نحن قادرين نوصل المعلومة، بس الطفل يؤدي كالببغاء، يؤدي الحركة أداء بس مو فهمان شو عم يصير، يعني ما عرف انه هو عمل لي خلل توازن، ما عرف انه هو ضغط لي على مفصل، هو بس أدى حركة، فممكن يتعلمها. وانا باعت مقطع فيديو، ما بعرف اذا يضرب المخرج على الشاشة تماما، انه فينا نحن، بس يفتقر الولد الصغير الى موضوع انه مو فهمان شو عم يصير. ونحن احد لما بنعمل عروض نحن بالايكيدو يتعتبر من أجمل العروض الفنون الدفاعية على الإطلاق، العروض الأيكيدو. فنحن لما بنعمل عرض أو ممكن عند منا مثل شو، نطلب من الجمهور حدا يطلع لنأدي معه حركة حتى ما يفكرنا أنه نحن متفقين مع الخصم. فأحد الحركات أنا اللي بأديها أنه بجيب ولد صغير بخليه مثلا شخص يمسكه كبير، الشخص الولد الصغير مخليه يوقف بوقفة معينة فيها سيطرة على طاقة الخصم، ومنقله للشخص حاول تحرك الطفل أو حاول تحرك الولد، أو ما بيقدر، وهو بيستغرب أنه أنا شلون ما قدرت أحرك له إيده، يعني لأن الولد كله ممكن أنا أحمله، فأنا واقف الولد بطريقة معينة بزاوية معينة، فما بيقدر يزحزح الطفل، فبيستغرب هو. لعبة الأيكيدو بتعتمد على نقاط الضعف، خلال توازن، مبدأ الرياضيات والفيزياء، فيها فيزياء وفيها رياضيات. يعني شو الفيزياء والرياضيات؟ يعني أنا ممكن أمسك خصم، أنا أعمل دوران بأرضي مثل ما بيقولوا محور، هو الدوران تبعه حيصير فيه تسارع، هالتسارع تبعه حيرميه على الأرض، مو أنا اللي رميته على الأرض، مو بيقوتي، هي أحد هذا. ودائما مستعمل نحن مثل حرف إيس، مربع، مثلث، حاول الخصم حطه ضمن زوايا معينة
مشان نسيطر على الخصم. تأثر عليك صحيح. نعم. طيب هل في أقسام معينة لهي الرياضة، رياضة الأيكيدو، في تدرج بتعلمها ولا هي؟ هلأ نحن بشكل عام الرياضة فيها دفاع أو مو معركة، يعني التدريب تبعها بيصير وقوفا تايشي وازا، معناتها وقوفا. في كمان تدريب بيكون المدافع جالس على الأرض، لأنه هي مأخوذة من العادات اليابانية، والقعدة الأرض هي والمشي على ركبهم هي من العادات الساموراي، لا الرجال الساموراي اللي كانوا باليابان. ففي عنا أنا قاعد على الأرض وشخص جاي معتدي علي واقف، كمان هي هامي هانداتشي وازا. وفي عنا شخصين بيكونوا جالسين على ركبهم، جلسة السيزا بيقولوا هي الجلوس على الركب، كمان هذا اسمه السواري وازا. دول تقنيات التدريب. بيجينا نحن عنا نوع من القديمة، كانوا يعني شخص معه عصاية، شخص معه سكينة، شخص معه سيف قديمة، فهن حاولوا يدخلوا هدول المواضيع هاي ضمن الرياضة مشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم فيها. ففي عنا نحن تدريب على العصا، تدريب على السيف، وتدريب على السكين الصغيرة الخشب، كله طبعا أدوات خشبية مساعدة للتدريب. العصا اسمه جو، السيف اسمه السكين اسمه تانتو، والسيف اسمه بوكين. هدول هن الأقسام تبعاتها. طيب بس بتنقل بمراحل الأحزمة تبع اللعبة مثل أي رياضة تانية. نحن عندنا منا 6 أحزمة لتوصلي لمرحلة المدرب، وبعد منا كمان من أحزمة لتوصلي لمرحلة الخبير. طيب بالختام خلينا نحكي شو اللي بتعززه هاي الرياضة عند الأطفال إذا فينا نقول. هلأ الطفل أحيانا يعني بشكل عام إما خجول أو ما عنده ثقة بنفسه أو عدواني كتير أو ما له عدواني، يعني ضعيف جدا. كل هدول بالرياضة بشكل عام، بالإضافة لأنه الرياضات الدفاعية فيها موضوع الاحترام وفيها موضوع أنه أنا دافع عن نفسي، كلها بتغير له سلوكه للطفل أو للمتمرد. اللعبة مثل ما قلنا ما بتعتاز لياقة كتيرة، فأنت ممكن بأي عمر تمارسيها. أي لعبة تانية نسمع دائما فلان اعتزل، فلان اعتزل، ليش؟ صارت الفئة العمرية تبعه كبيرة. الجمباز مثلا بدول أوروبا 14 سنة 16 سنة البنت بتكون اعتزلت وأخذ بطولة العالم شي 4 مرات، عمرها قصير. الشباب مثلا للعشرين، لعبة تانية للثلاثين، كرة القدم مثلا 35 40. نحن في ممارسين للأيكيدو عمرهم 60 سنة و70 سنة. نحن ما بنعتمد على اللياقة العالية، نحن مثل ما قلنا بنعتمد على إخلال توازن ومفاصل جسم الإنسان والضغط على أعصابه. وأنا حطيت يعني بعد مقاطع ما بعرف إذا طلعوا، بس أهم شيء نحن لما نحن عم ندربها نحن بشكل تقريبا شبه مجاني لننشر اللعبة. الرياضة دخلت على سوريا بال 2009 لل 2011، أنا أول الحاصلين على شهادة من اليابان فيها. بعد منا صارت الأحداث عنا، توقفت اللعبة، يعني صار نحن أنا كمدرب على عاتقنا ننشر الرياضة. المدربين اللي كانوا موجودين 2 أو 3 سافروا، صفيت أنا الوحيد الموجود هون عم حاول انشر الرياضة. أنا بس بوجه رسالة للي بده يتعلم رياضة الأيكيدو، لا ينخدع بأي شخص يقول له أنا مدرب. بهالآونة الأخيرة صار في عنا مدربين ليس لهم أي علاقة بالأيكيدو. الأيكيدو في إلى شهادة من اليابان، بالإضافة بيمنحوه جواز سفر رياضي فقط لمدربه. بالعكس جواز سفر بالإضافة لعضوية ممبرشيب، فيك تفتح الصورة أنه موجود أنا فيها الصورة حتى ممبرشيب بيمنحوه من اليابان، مسجل عنا الشخص هذا بسوريا، مدرب معتمد من الاتحاد الياباني. أي شخص يدعي أنه يلعب رياضة الأيكيدو أو بده يدربك أيكيدو، اسأله عن اليودين شاه، هو الباسبور اسمه يودين شاه، بطاقة العضوية، الشهادة تبعه. مو تدربني، يعني صرنا نحن بعصر الانترنت هلا وعصر التكنولوجيا، يعني اي شخص ما عاد بالاول انه تدري
تضحك عليه. ومع ذلك انا بلاقي شريحه كبيره عم تتدرب عند ناس لا لها علاقه بالايكيدو ولا تفقه شيء بالايكيدو وعم يتدربوا عند منه. تسألي ليش عم تدرب؟ بيقول لك انا معجب بشخصيه الفلان الفلاني. خليك معجب فيه بس انت ما بدك تعلم فن. فنصيحه لجميع الدارسين يسالوا عن شهاده مدربه لو كان مستلم منصب او كذا. اخي شو انت معك شهاده معك بس تتأكد انه هذا الشخص عم يدربك طريقه صحيحه ما عم يدربك طريقه. يعني انا حتى بلعب رياضه ثانيه كمان هذا البسبور تبعها اي رياضه اذا اجنبيه طبعا احنا بغض النظر هلا هون بصير بقى شهادات منح اتحاد سوري. يعني نحن اليوم كنا كثير سعيدين بوجودك معنا، بنتمنى لكم التوفيق بهالرياضه واكيد دائما نحن بنحاول نضيء على كل الرياضات اللي موجوده والمدرب المختص فيها. بنتشكر وجودك معنا الكابتن بسام رمضان، كل التوفيق لك ولا طلابك وان شاء الله قريبا بنشوفكم عم بتمثلونا بالمحافل الدوليه. خليلي اياكم شكرا لكم كثير، ونحن نتشكر الاعلام وضروري الاعلام يكون مواكب للرياضه مشان هيك يعني بشكل عام للتعريف عن الرياضات كونها رياضة جديدة ولتلافي بعض الأغلاط اللي عم تصير أو عم تحدث. شكرا لكم، شكرا لتسليطكم الضوء على رياضة الأيكيدو. نتمنى لك أكيد التوفيق، يعطيك ألف عافية، شكرا كثير لك.